هاد الناس هادو يعني تفاجئوا نهار الاثنين بالانقطاع ديال الكهرباء. فجأة قطعوا علينا في هاد الحرارة، لا دا قعدنا بلاط والناس عندهم راضين، عندهم الانسولين، السكر، الانسولين خسرات، طرمات، على الناس شكون باقي غادي يعتالي كي نهضر شاتك، والدينا كلهم مراض. عندنا العدادات وعندنا كل شيء، علاش يقطعوا لنا الضو وما تيتسالوا لنا الترياد؟ قالوا لي كثر محرضوا، واللي ما حرضوا ويدار المكانة وما حرضوا، يجي يشوفوا المكانة ويهزوها ولا يخلصوا الخطية. راه الناس مراض والناس تيشربوا الدواء ودايرين دواهم في الثلاجة ومكرفسين. حسن خيالي فاعل جمعوي بالمنطقة، أنا كنحضر الآن مع اليوم مع السكان ديال دوار فليدونس المتواجد بالملحقة الإدارية سيدي غانم. هذا الدوار هذا اللي كنعرفوه بأنه من أقدم الدواوير في المنطقة، وبأنه يعني مع كل أسف يعني في إطار ما معروفش هو واش في إطار إعادة الهيكلة ولا ترحيل هذا الدوار هذا، حتى المآل ديالو ما معروفاش لحد الآن. اللهم حنا دركا كنتكلموا على الانقطاع ديال الكهرباء. هاد الناس هادو يعني تفاجئوا نهار الاثنين بالانقطاع ديال الكهرباء. المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح والشرب والكهرباء يعني جاء قطع عليهم نهار الاثنين، دركا تقريبا 3 ايام هما كاينين يعني بلا ضوء بلا ماء بلا حتى شي حاجه، يعني هما كل اسف كاينين الناس اللي عندهم عدادات فرديه اللي تم قطع التيار لهم، يعني هما كيأديو الواجب ديالهم، وكاينين الناس اللي هما كانوا كيستافدوا من مدة هذه من الكهرباء، كانوا كيستافدوا مدة من الكهرباء وتم حتى هما القطع ديالهم. حنا دركا في هذه الظرفية هذه، كنشدوا المسؤولين وعلى رأسهم السيد الوالي الله يجازيه بخير باش يشوف من الحال هاد الناس هادو. أنا من السكنة ديال دوار بيضانس، حنا جالسين بلا ما بلا ضو، دركا تقطع علينا الضو، حنا أصلا عندنا ترحيل الدوار مقسم على جوج مرات، عندنا ترحيل شحال من 2007، الناس النص اللي خرج راه بلا، والناس اللي تزوجوا في هذيك اللي ولدوا في هذيك الوقت راه كبروا بيتزوجوا، دابا حنا جالسين هكا محبورين في هذاك الدوار، لا ما لا ضو، دابا جاو حتى لهاد الساعة فجأة قطعوا علينا في هاد الحرارة، لا دا قعدنا بلا ضو، الناس عندهم راضين، عندهم الأنسولين، السكر، الأنسولين خسرات، طرمات، على الناس شكون باقي غادي يعتالي كي نهضر شاتك. والدينا كلهم مراض، حشومه هادشي تيديروا معنا، حشومه وعيب وعار. حنا في وسط مدن حضاري، في واحد المنطقه اللي هي ماشي مدرقه على الجميع، يا باينه كنا خصهم هما يجيو يديروا معنا الحل في اي، حنا ما هربنا لهم حتى شي حاجه، طرحون يرحلونا، يعطيونا القوالي ديالنا المتروات، يعطيوهم لنا مستعدين نخلصوهم، ما قال يعطيوهم لنا مستعدين نخلصوهم، اي حاجه داروها معنا حنا قابلينها، هما اللي فيهم لافوت. بالله دراوي عبد العزيز من الساكنه ديال دوار بيضانس العزوزيه، جات الشركه ديال الضو قطعت عنا الضو، تنخلصوا وعندنا العدادات وعندنا كل شيء، علاش يقطعوا عنا الضو وما تيتسالوا لنا الترياد؟ حتى شهر 6 مخلصينه، والدواء ديالنا تيخسر، سلعتنا تتخسر، خضرتنا تتخسر، راه هادشي لا يعقل، تنشربوا الماء الطيب، راه لا يعقل هادشي. هاد الناس راه هادشي اللي داروا راه ماشي سميتو يراعي، واش انا تندخل المكانه تجي تقطع عليا انت الضو بدون انذار بدون والو؟ لا يعقل، ومخلص ما تتسني التريال. عندك شي مشكل في الدوار ولا عندك شي حد تيسرق الضو دير البحث ديالك، ما تجيش عندي انا تقطع عليا الضو، ومن ضمن البحث ديالك دير قلب حتى مكانتي انا، هادشي راه لا يعقل. الدوار عنده شي 42 عام باش عندنا حنا الدار تما، 42 عام من 1980 غير حنا، كاينين الناس اللي سبقونا. حنا دروك جينا على حساب الضو، درنا الماكن وقالوا لي كثر محرضوا، واللي ما خرضوا ويداروا المكانه وما خرضوا يجي يشوفوا المكانه ويهزوها ولا يخلصوا الخطيه، حنا غنخلصوا مع هاد الناس قطعوا علينا الضو على كل شيء قاعد في الظلام، ثلاث ايام هذه وحنا قاعدين في الظلام، وجابونا حتى العواشر حشومه كاع، وجابونا حتى العواشر كان شي واحد دروك قاعد في الظلام،
وهاد العواشر وقاعدين في الظلام وحشومه كاع. حنايا من دوار بيضانس، حنايا مكرفسين، الناس فيهم السكر وعندهم الدواء ديال السكر والثلاجه طافيين، داروا معنا شي حل، بغاونا رحلونا، بغاو يعطيونا الماكن يعطيهم لينا، المهم يديروا معنا شي حل الله يجازيهم بخير. راه مكرفسين، راه الناس مراض والناس تيشربوا الدواء ودايرين دواهم في الثلاجه ومكرفسين، الله يجازيكم بخير. ساكنين هنا، ساكنين 30 سنه 25 سنه، انا دابا راه ساكنه 16 عام هادي، هم كرفسين بلادو كل ساعه زعما هادشي، يديروا معنا شي حل الله يجازيهم بخير. باو نروحوا، حنا مستعدين اللي باو، حنا مستعدين معاهم، الله يجازيهم بخير. لا تنسى الاشتراك في القناه ووضع علامه لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد خبير.